السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة للصف الخامس الابتدائي. هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قوانين التعلم عن بعد: أذهب إلى دورة المياه قبل البدء، أبحث عن مكان هادئ، أجلس جلسة صحيحة، أطلب المساعدة لتشغيل الجهاز. الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا: الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، ويمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. القيمة الشهرية لهذا الشهر: التميز. أما القيمة الأسبوعية: العطف على الصغير. عنوان درسنا لهذا اليوم: دورة الماء الجزء الثاني. تعرفنا عزيزتي الطالبة على تعريف دورة الماء، وهي حركة الماء المستمرة بين سطح الأرض والهواء، والتي يتحول الماء خلالها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ثم إلى الحالة السائلة مرة أخرى. الهدف الأول: كيفية حدوث مراحل دورة الماء من التبخر حتى الهطول. دورة الماء في الطبيعة. تتساقط أشعة الشمس على المسطحات المائية لتحول الماء إلى بخار. يرتفع البخار في الهواء مكوناً السحب. عند تصادم السحب بهواء بارد تحدث ما تسمى عملية التكثيف، فتتساقط الأمطار متخللة باطن الأرض، مغذية المياه الجوفية والأنهار والبحار. هذا ما نسميه دورة الماء في الطبيعة. إذن عزيزتي الطالبة، لقد تعرفنا على مراحل دورة الماء في الطبيعة. لدينا المرحلة الأولى وهي التبخر، حيث يمتص الماء من المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والأنهار حرارة الشمس التي تسرع عملية التبخر، فيتحول إلى بخار الماء ويتصاعد إلى الأعلى. حيث يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. وأيضاً بتفقد الأشجار والنباتات الماء على هيئة بخار الماء. إذن أين يذهب الماء الناتج من عملية التبخر؟ إنه يذهب إلى طبقات الهواء العليا. ما العملية التي تلي عملية التبخر؟ نعم، إنها عملية التكاثف. ماذا تظن يا عزيزتي الطالبة يحدث للبخار المتجمع في الغيمة في فصل الشتاء؟ إنه يتساقط. أحسنتي.
إذن العمليتان الأساسيتان كما اتفقنا سابقاً عزيزاتي الطالبة في مرحلة دورة الماء التبخر والتكاثف. لدينا المرحلة الثانية وهي التكاثف، هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، حيث يكون بخار الماء في الحالة الغازية، وعندما يتصاعد إلى أعلى تكون درجة الحرارة منخفضة ويبرد ويتكاثف على شكل قطرات والتي تتجمع وتشكل الغيوم. إذن التكاثف يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ويكون لي الغيوم. ما هي اسم هذه المرحلة عزيزتي الطالبة؟ نعم أحسنتي، إنها مرحلة الهطول، والهطول هو تساقط قطرات الماء من الغيوم إلى الأرض، حيث تصبح كمية الماء في هذه الغيوم كبيرة جدا وتفوق قدرة الهواء على حملها، وتتنوع أشكال الهطول على حسب درجة حرارة الهواء، فيمكن أن يكون الهطول ده على هيئة مطر أو برد أو ثلج. في مناطق دولة قطر بتتساقط بعض الحبات من البرد في بعض المناطق. إذن قد يكون لدينا الهطول على شكل أمطار أو يكون الهطول على شكل ثلج أو برد. تتكون الأمطار حيث تكون درجة حرارة الهواء تكون أكبر من درجة تجمد الماء، وبالتالي بيكون الهطول على هيئة سائل. أما الثلوج تتكون عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة تجمد الماء. وقد اتفقنا سابقاً أن التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. نتذكر معا آخر مرحلة من المراحل وهي مرحلة التجميع. لدينا عزيزتي الطالبة بعض المصطلحات مثل الأمطار الحمضية. ما هو الأمطار الحمضية؟ هي أمطار بتحتوي على أحماض، هي أمطار طبيعية، ولكن عندما تصل للأرض بتكون حامضية وهي خطيرة جدا وتسبب بعض الأضرار للكائنات الحية والبيئة. لقد حققنا الهدف، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 98. لدينا هذا الشكل لمخطط دورة الماء في الطبيعة، هيا نتتبعه. ماذا تعتقد يا عزيزتي الطالبة؟ ماذا يحدث لعملية التبخر في حالة غياب الشمس؟ هل تحدث عملية التبخر في غياب الشمس؟ نعم أحسنتي، لقد اتفقنا سابقا أن عملية التبخر تحدث سواء بوجود الشمس وفي جميع درجات الحرارة. لدينا آخر مرحلة من مراحل دورة حياة الماء وهي تجميع الماء. إذن أين تجمعت هذه المياه؟ في المناطق المنخفضة، وهنا كما نلاحظ في هذه الصورة تجمعت في المسطحات المائية، وهنا أيضا تجمعت أو تسربت لباطن الأرض مكونة المياه الجوفية. تجمعت هنا أيضا المياه
حيث تبخرت مرة أخرى حتى تشكل الغيوم. إذن ما هي طرق تجميع الماء في المناطق المنخفضة من الأرض والمسطحات المائية والمياه الجوفية؟ هيا بنا أعزائي الطلبة فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 98. إذن ماذا يحدث للأمطار التي تهطل على الأرض؟ نعم، إنها تتجمع في البحار والمحيطات، جزء منها يتجمع في المناطق المنخفضة من الأرض أو يتدفق للمسطحات المائية أو يتسرب إلى باطن الأرض أو إنها تتبخر مرة أخرى. هدفنا الثالث عزيزتي الطالبة بناء الخزانات الاستراتيجية في دولة قطر. إذن عزيزتي الطالبة فلنسأل نفسنا بعض الأسئلة، هل يستفيد الإنسان من مياه الأمطار؟ لابد أن نستفيد منها. طيب، ما هي كمية الأمطار التي تهطل في دولة قطر؟ وهل تستفيد دولة قطر من هذه الأمطار؟ إن دولة قطر تتصف بندرة مياه الأمطار والمياه العذبة، لذلك بادرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالاستفادة من تجميع الماء من خلال مشروع يسمى الخزانات الاستراتيجية، والذي يعد الركيزة الأساسية للأمن الغذائي للدولة. فلنقرأ الكتاب صفحة 97. كما ذكرنا من قبل أن دولة قطر تتصف بندرة الماء، وأن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء استفادت من تجميع مياه الأمطار، وذلك بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية. ما هو الخزان المائي؟ هو عبارة عن حوض كبير لتخزين كميات من الأمطار لاستخدامها بعد ذلك في الري وتوليد الطاقة، وأيضا تزويد الناس بالمياه اللازمة للاستهلاك. بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المشروع سنة 2018، ويهدف إلى رفع إنتاجية الماء في دولة قطر وتلبية الطلب المتزايد عليها، وأيضا نحافظ على مخزون المياه الجوفية ونعزز الأمن الغذائي الذي يرتبط دائما بالأمن المائي. بسبب نمو دولتنا قطر وتطورها المتواصل وتزايد الحاجة للماء من سكانها، قررت كهرماء تدشين مشروع الخزانات الكبرى لتأمين المياه. يوفر مخزون ضمن شبكته المكونة من 24 خزان من أكبر خزانات الماء في العالم. الخزانات الجديدة ومحطات الضخ بتكون في أمبرتشة، أم صلال، روضة راشد، أبو نخلة والثمامة. شبكة واسعة من الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة ومتعددة الارتباطات لتوصيل الماء من أي محطة تحلية لأي من الخزانات الجديدة، وبتربط الماء مع الشبكة الحالية. تصميم المشروع تم على كذا مرحلة، وهذا سمح لمنح عقود الحفريات في سبتمبر 2013، وعقود شبكة الأنابيب في يونيو 2014، وعقود الخزانات في بداية 2015. أعمال الأنابيب كاملة والخزانات ومحطات الضخ بتتم في بداية 2018، شاملة الاختبار والتكليف. حالياً بينشؤون فوق 600 كيلومتر من خطوط الأنابيب،
طول قطعة الأنبوب الواحد 9 متر، يعني بيستعمل أكثر من 66 ألف قطعة. هذا يعني حوالي 60 ألف نقلة شحن من الميناء لموقع المشروع بس للأنابيب. الوزن الكلي لجميع الأنابيب ووصلاتها يعادل 510 ألاف طن، واللي يعادل تقريباً وزن 70 من برج إيفل في مدينة باريس. مساحة موقع المشروع تعادل مساحة حديقة سنترال بارك اللي في مدينة نيويورك 3 مرات، حوالي 10 كيلومتر مربع. مجموع كمية الحفر حق الخزانات وخطوط الأنابيب تعادل 14 مليون متر مكعب. تتطلب 700 ألف شاحنة للتخلص من التراب الناتج من الحفر. الكمية التقريبية للخرسانة اللي بيتم استعمالها في المشروع هي 2,115,247 متر مكعب. بهذه الكمية نقدر نبني 800 مسبح أولمبي أو نبني 6 مباني مكونة من 160 دور. ٣٠٠ متر طول مقابل 150 متر عرض هي قياسات الخزان الواحد، وهذه المساحة تستوعب 9 ملاعب كرة قدم. كمية المياه المطلوبة لملء خزانات المرحلة الأولى هي نفس كمية 5000 مسبح أولمبي، تقريباً 12.3 مليون متر مكعب.
إذن ماذا تعلمنا؟ أقامت قطر مشروع الخزانات الاستراتيجية، وهو حوض كبير كما رأينا لتخزين كميات من مياه الأمطار بهدف رفع إنتاجية الماء في الدولة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الماء ونحافظ على مخزون المياه الجوفية ونعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد توفير الماء مهماً لهم. إذن ما الهدف من بناء الخزانات الاستراتيجية في دولة قطر؟ نعم، لاستخدامها في الري وتوليد الطاقة وتزويد الناس بالمياه اللازمة للاستهلاك. إذن كيف يمكنك الاستفادة من مياه الأمطار لتوفير احتياجات الماء في منزلك؟ شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في الحصة القادمة بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته.